سجن مصاري قلت لي بعد مني وهذا سجن مصاري حيد لي صاري وداني مأهمال سريع صح. السلام عليكم مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نصحكم باش تابعوا معنا فيديو حتى هنايا غادي تشبعوا بالضحك على الناس اللي هوك. ما قبلش ناس سعودي يتزوج مروكي خوتي في المملكة الشريفة، واليوم غادي نشوفوا إماراتي خوتي يتزوج مروكي في المملكة الشريفة، مملكة أميرة المؤمنين. ما تراطوش الفيديو، تابعوا معنا حتى النهاية، ما تنساوش غير لايك البارطاج، دعمونا هذا الفيديو، طلعوه اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يشترك فعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج، دعمونا الفيديو طلعوه ودعموا القناه خوتنا. خلونا نبداو، بسم الله. يلا المهم في البدايه تاع الفيديو تاعنا شفت لكم واش صرا بعد المباراه تاع الزمالك مع اتاي دحميز، يعني بعد خساره تاع فريق تاع اتاي دحميز واش صرا كما شفتوا لقشع يجري اللاعبين يجروا. المهم تخلطت وصاي خوتي وزادت الكاو عاقبت الزمالك خوتي. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. بقى السلامة يا رجالة، هتوحشونا والله. طب اصبروا نعشيكم، طيب شوية فول وشوية طعمية قبل ما تروحوا. طب الخريطة معاكم؟ الخريطة معاكم؟ تعرفوا تروحوا يعني؟ المهم هذا مصري خوتي راه يوجه رسالة للناس اللي هوك، قال لهم يا درا الخريطة هي معاكم ولا مازال؟ هي قال لهم باي باي من بعد إن شاء الله. العياش المساكين راهم هنا. المهم أنا شفت لكم غير هذو المقاطع اثنين على واش صرا بعد الخسارة تاع فريق اتاي دحميز وبعد المباراة واش صراو كامل، والآن غادي نشوفوا الفضيحة الكبرى اللي صرات في المملكة الشريفة. قال لك عندنا مملكة شريفة وحنا يا رجال وكامل، دوك نشوفوا الرجال تاعهم على بها نساهم راهم يهربوا، ما راهمش يقعدوا في البلاد، ما لقاوش الرجال، راكم فاهمين. المهم لي لايك وتبعوا معنا، دعموا الفيديو خوتي، ما تخليهوش يطيحوا، طلعوا الفيديو ووصلوا. كيف تنبغيك؟ كيبغيك؟ تنبغيني دوك نتزوج بك انا نجري على مرتي. غيتزوج بك؟ قال لك غيتزوج بك غاليا وغنصيفطك الامارات وهادي ويدير ليا الطالون يصدرك تخرج. راكم تشوفوا خوتي هذا مروكي راجل ماشي مرا، راكم تسمعوا واش راه يقول. قال لها الاماراتي قال لي نبغيك وقال لها نتزوج بيك وقال لها نديك معايا الامارات خوتي باش تشوفوا واش راه صاري في المملكه الشريفه. قال لك عندنا مملكه شريفه امير المؤمنين، راك فاهمين. المهم تبعوا معنا. قالت له تنهرب لي غادي تدير لي منط بان مصيبه غادي يلقاني نفس البلاصه كيما منطق. شدني من صاري قلت لي بعد مني وهذا شدني من صاري حيد لي صاري وداني مأهمال سريع صح. سمعتوا قال لكم تلاقيتها في البلاصه اللي نضاري نتلاقى فيها يعني في المملكه الشريفه راكم فاهمين، وكشها من شعره يعني هذا الاماراتي كش هذا المروكي من شعره وداها معاه بالسيف وراكم فاهمين بلا ما نقولوا باع. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. هو راه فايت بجوج ثلاثة ليالات الاول غير ما تلقاتش حصلات وتيدوز البنت وتلعب لها بالكشي ديالها. شفتو راه خوتي صوب الخوت خوت حاجة تيبغي يلبس مع الخوت شفت الكشي راه الناس ما كان تيأمنوا بربي راه ملي مصوريني تنشطح راه هو خواتاتو مصوريني انا تنشطح. المهم راكم تسمعوا خوتي يعني هذا المروكي قال لكم بلي الاماراتي هذا متزوج بثلاث نساء وباغي يديه هو الرابع، يعني باغي يتزوجه بالسيف خوتي، وحتى دارهم هذا المروكي راهم قابلين يعني مدوه الاماراتي عادي. وهذا المروكي واش يدير خوتي؟ واش يدير انتم في رايكم؟ يشطح خوتي يعني يشطح في العراس ولا في المناسبات ولا في الحفلات، المهم يعرف غير اشطيح على بها نساهم كامل هربوا، واحدين في الخليج واحدين في اسبانيا واحدين في تركيا، على خاطر واش؟ على خاطر الرجال ما كانش، ومن بعد تلقوهم خارجين في المواقع الجزائر وحنا رجال وحنا في التالي ما كان والو. هادو هما الرجال تاعهم، رجال يتزوجوا بهم السواعده والاماراتيين صحاب الله، راكم فاهمين على بها بلادهم من قد لقد مخلطه، ومن بعد يجي الجزائر. المهم راكم تشوفوا خوتي هذه هي مملكه اميره المؤمنين المملكه الشريفه. قال لك المهم لي لايك وزيدوا تبعوا نوريكم الشرف تاع المملكه اللي راهي مجاورتنا. المهم قال لك هذا تحضيرات تاع موسم الحصاد الخليجي في زريبات الطاكوس، يعني احنا درنا الحصاد تاعنا وهما راهم باغيين يديروا الحصاد تاعهم، هذا هو الحصاد. وللمعلومه خوتي انا ما رانيش نعمم وما رانيش نهضر في الشرف تاع النساء تاعهم ولا، انا راني جاي نبين لكم واش راه واقع هذا مكان، يعني راني نبين لكم هادو اللي راهم يخدموا هادو الصوالح، مانيش نقول لكم بلي كامل المروكيات يخدموا هادو الصوالح، حاشا احنا ما راناش متربيين كيما هكا. المهم لي لايك
وزيدوا تبعوا. اخويا الجزائري ما والو، هذه هي مملكة أميرة المؤمنين. المهم هذا الفيديو بالنسبة للناس اللي مضاري يشاهدونا مع العائلة تاعهم كامل، نتمنى باش تشاهدوا وحدكم لأن فيه صوالح راكم فاهمين خوتنا، وأيضا في هذو اللقطات اللي ماشي ملاح غادي نديروا في بلاصتهم صور، يعني ندرقوا هذوك على غالب رانا مجاورين راكم فاهمين، زيدوا تبعوا زيدوا. شي هاجم فيك في التعليقات الجزائري الجزائر اي أيوة يقول لك حنا رجال وحنا غادي نحتلكم مش عارف باش باقي لا بنساهم. المهم هذا غير الموسم تاع الحصاد تاعهم راكم فاهمين، حنا درنا الحصاد تاعنا وريناهم الصحراء تاعنا وريناهم الخير تاع بلادنا. اي أيوة هما الان راهم بيوروا الخير تاع بلادهم، الخير تاع بلادهم هما نساهم اللي خدموا بهم. هذا هو الحصاد راهم بداو فيه، حصاد تاع الخليجيين في زريبه تاكوس. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. انا بالنسبه ليا من حق بنتي تعوم بلا حوايج كاع في البحر، ما عنديش مشكل. لا انا وخالب سد احنا بغيناهم عريانين، احنا مشاد دوبي تلعبها. راكم تسمعوا واش راهم يتكلموا؟ قالت لكم انا بنتي كون حاسها تعوم نورمال عادي ما كاش مشكل. وهذاك سمعتوا واش كان يتكلم؟ هذا مروكي راه يتكلم على بنات بلادها كيما هكا. زيدوا تبعوا معليش. إلا كانت البنت بنتي ولا مثلا تاع من الناس العاديين بغاو يعوموا هما حر. ومن بعد يقول لك حنايا جيال وحنايا مملكتنا شريفه وباش الله اعلم راكم تشوفوا ها هو الشرف تاعهم. يعني هادو ولاد البلاد راهم يتكلموا كيما نهار، راهم يتكلموا على ولادهم وبناتهم وكامل. وشفتوا المروكي واش كان يتكلم على بنات بلاده؟ قال لكم عادي. وكيفاش راكم باعين الخليجي والسعودي وما يديروش هادو الصوالح في بلادهم؟ يعني اللي يجي يروسهم حتى هما راهم راضيين بهذا الشيء، المهم يدخلوا شويه راكم فاهمين، لا شرف لا كرامه لا والو. وما رانيش نعمم نعاودها لكم باش العياشي ما تجيش تقاسب تقول راك تهضر في الشرف وكذا، حنا ما راناش متربين كيما هاد. الحمد لله يا ربي هذا الشيء اللي راني نوري فيه واش راه صاري، وراني نتكلم على هذو الفئه وراني نرد على النظام تاعكم وعلى الطكاتيره اللي راهم داخلينها الجزائر الجزائر. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. سالو تو الموند لايف ديريكت سونايس مراكش. الصراحه اون امبيونس لي وكما يبدو ان المملكه الشريفه ترقص بشرفها، ويقولون لنا لدينا السياحة. السياحة ايه الشريفة بترقص على واحدة ونص لجلب السياحة. قسم بالله طب ما يمركم تشوفوا واش راه صاري في المملكة تاع جوارينا. ما هذه يقولوا عليها مملكة شريفة، العياشة نهار هما الجزائر. راكم تشوفوا خوتي الحمد لله يا ربي اللي بلعنا الحدود وغلقنا الحلقات، ما عندنا ما نديروا بهم، رانا هانيين في بلادنا ما يخصناش اود عمي. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. كان واحد المروكي راهو ديما يطلع عليا في تيك توك، ولكن انا حقيقه خاطيني هاد المواضيع، لا بغيت نرد عليه. قال واحد الكلام غاضني من الغيره على البلاد نتاعي. قال هاد المروكي باللي قال لك باللي تندوف ومعها عين صالح واضرار وكاع داكشي قال لك نتاعهم. انا من منبري هذا من منبري من الصحراء نقول لك بلي ما عندنا حتى علاقه بالمروك وما تعجبناش المروك وما عندنا حتى فايده في المروك. بلادنا الجزائر ونعيشوا في الجزائر من تيزي وزو حتى لطمارست ويموتوا الحساد، ما عندنا ما نديروا بهم. انا كجزائري ندافع عن وطني ومن واجبني ندافع عن الوطن تاعي من الاخر نقول لك من التالي. ما يصبح العياشي هذا جزائري ومن صحراء الجزائر، يعني كيما نتوما تقولوا تندوفوا كامل باللي ماشي ولايه كامل تندوف ولايه، وها هما جزائريين راهم من ولايه تندوف راهم يوجهوا لكم الرساله. سمعت واش قال لك؟ قال لك انا كجزائري من واجبي ومن حقي ندافع على بلادي الجزائر، يعني ما نسمع بك لا انت لا غيرك، انا اللي يخرب لي في بلادي ما نجملش عليه، يعني من فوق للتحت ومن الشرق للغرب كامل رانا جزائريين وكامل نحبوا بلادنا وكامل رانا واقفين مع بلادنا. وموت يا العياشي. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. اي شد روحك مليح. شنو ما تقال علينا ما جينا راح تنبان كل شي عينو علينا، شنو ما درناش شنو ما تقال علينا ما جينا راح تنبان كل شي عينو علينا. هذا هو الفن والتراث الاصيل تاعهم، يعني هذه حقيقه ماشي اللي راهم يسرقوا ويدوا من الجزائر ويقول لك بلي تاعهم. يزيدوا تبعوا. ثم مركم
فهمتوا على بها يسرقوا هنا انا ويدوا التراث تاعنا وكامل على خاطر هذا الشيء اللي انا ما عندهم والو يعني كيبغوا يخرجوا حاجه ها شو راكم تشوفوا واش راه صاري تبهديل زيدوا تبعوا زيدوا وهذا يدان فنوا كاع ما يجي ديال العدو والعدو الف مبروك ربحت العصبه ويو المهم كيما شفتوا معنا في هذا الفيديو خوتي هذا هو التراث تاع الناس اللي هوك الاصيل خوتي يعني هذا التراث والغناء وكامل هذا تاعهم دوريجين يعني هما كيبغيو يخرجوا حاجه ولا ها واش يصرا خوتي على بها يشافوها في الجزائر يقولوا تاعنا واللي يسمعوا بها عندهم فيها النص يعني كل شيء يسرقوه من الجزائر على خاطر هذا الشيء لانهم يقدروا يديروا والو خوتي بدون سرقه من الجزائر المهم كيما شفتوا معنا في هذا الفيديو واش صرا خوتي يعني من قبل حنا كنت تعاودوا تدخلوا القناه غادي تلقوني راجل واحد المروكي تزوج به سعودي خوتي راجل مروكي تزوج به راجل سعودي خوتي يعني سواعد الاماراتيين وكامل هذه المره ماشي دون سيهم راهم يدوا اولادهم ها باش يكونوا فاهمين المهم خطراني فات سعودي وهذه الخطره اماراتي خوتي اماراتي طلب الزواج من المروكي يعني قال لكم جا لبلادهم كشاف في بلاده كشاف بالشعر وداه بالسيف معاه راكم فاهمين وقال له غادي نتزوجك يعني غادي يديرها مرته الرابعه هو عنده ثلاث نساء وغادي يديرها هو مرته الرابعه خوتي هذا المروكي غادي يتزوج به السعودي يعني قال له نديك معايا نتزوجك وقال له انا نبغيك وقال له نزيد نديك معايا الامارات ما تقعدش في المروك ما عندك ما دير هذه هي مملكه اميره المؤمنين المملكه الشريفه وقال لك عندنا مملكه شريفه باش الله اعلم رانا نشوفوا باللي راهي مخلطه بكرات عجمل يعني شفتكم السعودي يلوس الاماراتي يلوس اي من بعد يخرجوا في التعليقات تلقاهم الجزائر انا ما فهمتش انا قال لك يترشلوا في المواقع بصح في الحقيقه راه صار العجب والمعجب كل يوم فضيحه جديده كل يوم رانا غير نزيدوا نسمعوا المهم 2024 فاتت كحل عليهم خوتي قلتها لهم بديت على الفيديو غادي نفوتوها لكم هنا المهم خوتي نصحكم كامل تدعمونا هذا الفيديو ودعموا القناه بالاخص راكم عارفين باللي الناس اللي هوك راهم هنا خوتي راني ملصقها لهم خوتي لذلك نتمنى منكم لي لايك البارطاج دعمونا الفيديو طلعوهم اللي ماش مشترك يشترك ويفعل الجرس وعطونا رايكم في التعليقات على هذا الفيديو خوتي على واش صرا خوتي كتبونا ذلك في التعليقات وردوا على العياشه وكما راكم تشوفوا باللي العياشه راهم كثار عندنا في القناه لذلك ردوا عليهم خوتنا تهلاو فيهم غايه عندكم المجال كامل باش تهلاو فيهم وديروا رايكم خوتنا المهم غير لي لايك بارطاج دعمونا الفيديو تاعنا كيما قلت لكم فعلوا زر الجرس يعني باش يوصلكم فيديو جديد اللي راح نحطوهم في القناه ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده سلام